الحكم. دكتور زينة، هل لبنانيا يتم تلقي رسالة اغتيال محمد عفيف كما ذكرها أستاذ إيهاب الآن بأنها قطع للاتصالات بين حزب الله وبين باقي القوى اللبنانية الأخرى؟ ما الرسالة المتلقاة لبنانيا؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، لحضرتك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام. حقيقة هذه المفاوضات التي أشار إليها ضيفك الكريم من القاهرة تجري على وقع رسائل نارية واستهدافات واغتيالات ودخول العدوان الإسرائيلي على لبنان أو العمليات العسكرية المرحلة الثانية، ويبدو أن المرحلة الثانية هي أشد عنفا ووتيرة من حيث كثافتها من الاغتيالات والغارات الجوية ليلا نهارا صباحا مساء. إذن نحن اليوم أمام مفاوضات البعض يصفها بالإيجابية والبعض يصفها بالتشاؤلية وليس التشاؤمية بالمطلق. هذه المفاوضات تجري على وقع رسائل نارية من الجانبين. لبنان تحول إلى مسرح للعمليات العسكرية من الضاحية إلى البقاع إلى الجنوب، وكما أيضا العمق الإسرائيلي هو مسرح لاستهدافات صواريخ والاستهدافات المباشرة للرشقات الصاروخية التي يرسلها حزب الله لمناطق بعمق 80 كيلومتر و60 كيلومتر من حيفا إلى تخوم الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إذن اليوم دعيني أشير إلى نقطة أساسية، ربما أختلف بعض الشيء مع المتحدث الكريم من القاهرة أستاذ الكريم. القرار 1701 سيدتي، يفترض لبنان كما ذكرتم في التقرير أن يرد على الورقة الأمريكية التي ترجمت بعد 55 يوما تقريبا من الجهود الدبلوماسية، يفترض أن يرد عليها يوم الثلاثاء. أتى الموفد الإيراني علي لاريجاني قبل أن يجيب لبنان على هذه الورقة، وقال أنه لا يضغط على اللبنانيين في الإجابة وأنه يقف إلى جانب لبنان وحزب الله فيما يريدون أن يجاوبوا على هذه المقترحات. اليوم القرار 1701 عمره عقدين من الزمن، يقرأ بعدة عيون، يقرأ بعيون لبنانية يشارك فيها حزب الله وإيران، يقرأ بعيون أمريكية، ويقرأ بعيون إسرائيلية. ويبدو أن المرحلة تخطت 1701 إلى ترتيبات تطال الساحة اللبنانية والوضع السياسي في لبنان، ليس فقط ما يسمى منطقة معزولة أو منزوعة السلاح من الليطاني حتى الخط الأزرق، إنما ما بعد الليطاني. هل سيكون هناك مجال لإطلاق منصات الصواريخ؟ هل سيعاد تسليح حزب الله؟ فإذن نعم، هذه هي النقاط الخلافية ربما بين الطرفين دكتور زينة، لكن فقط أرجو منك إجابة سريعة عن السؤال، هل هكذا لبنانيا يتم تلقي اغتيال محمد عفيف؟ لبنانيا هي رسالة نارية بأن كل هذه الجهود الدبلوماسية لن تؤدي إلى أي مكان، لأن هناك تباين كبير في قراءة 1701. هذا الاختلاف سيؤدي إلى أسبوعين يدخل فيهما لبنان مرحلة جهنمية من المواجهات، وهذا ما قيل وهذا ما يتم تناقله، أننا ذاهبون إلى أسبوعين وربما حتى رأس السنة. المرحلة الانتقالية في واشنطن ستستفيد منها إسرائيل لإكمال عملياتها العسكرية أو المرحلة الثانية.